المبادرة باتباع جملة من الإجراءات الوقائية قد تكون مهمة تحديدا في مكان العمل حتى لو لم تظهر أي إصابة داخل نطاقه، فبعض التدابير البسيطة قد تحول دون حدوث العدوى في أماكن العمل وإبطاء انتشارها، وهذا وسرعت العديد من بيئات العمل في الإنتاج المختلفة إلى التأكد من الاشتراطات الصحية ونظافة أماكن العمل والعمل على تعزيز إجراءاتها الوقائية الخاصة بالجهاز التنفسي كلبس الكمام وتوفير المعقمات الضرورية وكل ما يتعلق بسلامة الموظفين والإبقاء على عافيتهم. الزميل محمد رشيدات يقدم نموذجا مختصرا لما يجب اتباعه من إجراءات داخل أجواء العمل. وكحال أي موظف يباشر عمله مع انطلاقة كل صباح بهيج، تتعاظم عندي الأماني مع إشراقة كل شمس في أن يكون يوما مليئا بالإنجاز وإثبات الذات وإخلاص في الإنتاجية المهنية. بشكل يمليه علي ضميري المنتمي للمكان الذي أعتبره بيتي الثاني قبل أن يكون مصدر دخل مادي يكفل لي دوام الاستقرار في العيش. هيا الله أبو عبد الله، كيف الحال؟ كيف الأمور؟ الله يعطيك العافية. تحية الزملاء واجبة ولكن دون مصافحة مباشرة. انتماؤك لمؤسستك لم يعد مقصورا على كمية ما تؤديه من أعمال ومهام وظيفية مطلوب منك إتمامها فقط. صباح الخير أبو عادل، كيف الحال؟ الله يعطيك ألف عافية. تسمح لي أسجل التقرير؟ بل أصبح الأمر في زمن كورونا مرتبطا ارتباطا تاما بمدى اتباعك والتزامك بالشروط والإجراءات الاحترازية التي تبقيك وتبقي من تلازمهم في مكان العمل بمأمن عن محيط خطر الإصابة بالفيروس. أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل: الواجب على جميع من في بيئة العمل أن يتعاطوا مع متطلبات الظرف الصحي الراهن إلى حين انجلاء الغمة وتبدد الوباء، ولا بد أن يستشعروا بسهولة انتقال الفيروس وإصابة أحدهم ليصبح الجميع عندها مخالطين لا قدر الله إذا غاب التقيد بالتدابير الوقائية في قاموسهم وجنحوا إلى التجمعات غير الضرورية. عندها قد ينساب الداء في المحيط ويستقوي على همة ونشاط العاملين فيه. الله يعافيك، يعطيك العافية.